أعلنت هنا بقى، وده خبر كويس، أعلنت أوه. شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية عن انخفاض أسعار الأسماك بنسبة بتتراوح ما بين 30 ل 40% خلال الأيام الحالية نتيجة هنا زيادة المعروض بالسوق، وإن فرض الحكومة كمان رسم على صادرات الأسماك والاهتمام بالبحيرات حاليا جعل سوق الأسماك يستقر بعد تراجع الأسعار. ده الكلام اللي كنا لسه بنقوله مع أستاذ ممدوح، إن حضرتك هنا بتتكلم في إنك هترفع الرسم على الصادرات، فبالتالي هيكون في فلوس داخله والاهتمام بالكمان بالانتاج المحلي، فهو ده اللي الى حد ما ممكن ان هو يعمل انخفاض في الاسعار، لكن كل مره الدوله هي اللي تتحمل العبء ده، ما اعتقدش ان هي دي السياسه السليمه يعني، وده زي ما قلنا برضو مع استاذ ممدوح ده بيكون عبء كبير على الدوله، فهي اللي بتدفع ثمنه. هم بيقول لك احنا بس بنزق شويه بنخفف مع العبء بقى خطه موضوع خاصه مع فترات الضغط زي رمضان. طيب